بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. القطعة الثالثة من صلاة الغروب في الأجبية، كلنا بنصلي ونخاطب أمنا العذراء ونقول لها: عند مفارقة نفسي من جسدي احضري عندي، ولمؤامرة الأعداء اهزمي، ولأبواب الجحيم أغلقي. أعتقد أحبائي كلنا تقريبا عندنا في بيوتنا صورة للست العذراء أو أيقونة حاطينها في الشقة عندنا للست العذراء، ورايحين جايين بنعدي على الأيقونة ديت، وممكن نبص الأيقونة ونتكلم مع الست العذراء شوية. هقول تدريب نفسي نعمله كلنا وفرصة في صوم الست العذراء نبتدي بيه، إن كل ما نعدي قدام أيقونة الست العذراء اللي متعلقة عندنا في البيت نقول لها العبارة دي، وكأننا بنتفق معها اتفاق، نقول لها: يا أمنا عذراء عايز اتفق معاكي، أنا بصلي طول عمري وبصلي القطعة الثالثة من صلاة الغروب، وبقولك عند مفارقة نفسي من جسدي احضري عندي. مش هلاقي أحن أم أحن منك، أرجوكي وأنا خارج من العالم تعليلي خليكي معايا عشان أبقى في اطمئنان وهدوء وسلام، ولمؤامرة الأعداء اهزمي، ولأبواب الجحيم اغلقي. يبقى ده اتفاق بيننا وبين الست العذراء، كل ما نشوف الصورة بتاعتها نقول لها الاتفاق ده ونفكرها بيه، وهي أم حنونة والشفيعة المهتمنة لجنس البشر، فاحنا بنحبها وبنبقى فرحانين بشفاعتها وعارفين واثقين إنها مش ممكن تنسانا.